تشيلسي اتلتيكو مدريد الدور ابطال اوروبا الدور 16 مشينا كيفاش كانت مباراه مثيره مباراه يعني قويه مباراه مثيره يعني كانت مباراه في القمه مباراه اللي شاهدنا كيفاش تشيلسي الانجليزي اتلتيكو المدريد اسباني شاهدنا كيفاش حكيم زياش اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 34 في الشوط الاول يعني كانت مباراه في القمه مباراه اللي كانت شاهدنا كيفاش نقولوا باللي التعادل يعني التعادل الشوط الاول الشوط الثاني يعني وين هدف ليسف لصالح تشيلسي شاهدنا كيفاش المباراه مباراه اللي كانت نقولوا باللي اليوم وين شاهدنا كيفاش تشيلسي 55% نسبه استحواذ اتلتيكو مدريد 45% 368 تمريرة بالنسبة لأتلتيكو مدريد تشيلسي 472 يعني نقولوا بلي تشيلسي اليوم لعب بقوة لعب يعني قدم خاصة وين ستيفان اللي خرج في الدقيقة 82 يعني النقص العددي يعني وين أثر نوعا ما على أتلتيكو مدريد يعني شاهدنا كيفاش إدوارد ماندي في الحراسة تاع تشيلسي سيزار شنا كوارترا زوما شنا رودريغو شنا كيفاش ريش شنا ماركوس شنا كاي شنا كانتي شنا ماتيو حكيم زياش اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 34 وخرج في الدقيقة 77 شنا تيمو اللي دخل اللي خرج في الدقيقة 38 شنا كريستيان اللي دخل مكان زياش في الدقيقة 77 كالوما دخل في الدقيقة 83 يعني تغييرين من جانب تشيلسي في هذه المباراة يعني المباراة المثيرة وإن شاء الله أتلتيكو مدريد يان في الحراسة كيران اللي لعب دور الكابين كيران شنا ستيفان يعني ستيفان اللي خرج وهو كيران اللي خرج في الدقيقة 69 سنة ستيفان يعني ستيفان وهو مدافع اللي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83 خوسي ماريا خيمينيز شنا ماركوس شنا خوري كوكي شنا ساولو نيغا شنا يانيك لويس سواريز اللي خرج في الدقيقة 59 يعني جانا كيفاش ماريو جانا توماس دخول توماس دخول كوريانس انخيل شنا موسى ديبيلي اللي دخل دقة كيفاش انتهت المباراة بهدفين لصفر وتعاون تشيلسي في هذه المباراة المثيرة اللي انتهى حكيم زياش اللي سجل في الدقيقة 34 اميرسون كذلك اللي سجل في الوقت البدل الضائع يعني ونقولوا اتلتيكو مدريد ينهزم امام تشيلسي يعني بهدفين لصفر في هذه المباراة اللي كانت مثيرة مباراة كانت قوية مباراة مثيرة تشيلسي الانجليزي هدفين اتلتيكو مدريد الاسباني صفر في الدور ابطال اوروبا.